جولة صحفية جديدة مع ما طلعتنا بها الصحف الحالية والعربية والعالمية الصادرة صح اليوم، أهلا بكم. تصدرت القمة المصرية البحرينية بالمنامة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى الخليفة البحرين عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم، ونقرأ جريدة الأهرام: مصر والبحرين تؤكدان رفضهما للتدخل في شؤون العرب. الداخلية: الرئيس يقول وعي شعبي ويقظته أهم أسباب تحقيق الأمن والاستقرار. حمد بن عيسى يقول مصر لم تأل جهدا لدعم ومساندة دول الخليج والعالم العربي. ومن جريدة الشروق نطالع: إسماعيل يفتتح مؤتمرا لتمكين ذوي الإعاقة. تكنولوجيا: رئيس الوزراء يقول الحكومة أعدت مشروع قانون لدعم ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، ووزير الاتصالات يقول سنمول 50 مشروعا تكنولوجيا باللغة العربية. نائب البنك المركزي يقول 21 مليار دولار حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ التعويم. جريدة الأخبار جاءت أبرز عناوينها كالتالي: الجيش يحبط محاولة اختراق من ليبيا، القوات الجوية تدمر 15 سيارة دفع رباعي محمل بالأسلحة والذخائر، قرار جمهوري بقانون بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت. الصناعية: قانون الاستثمار الجديد يتضمن حوافز لإنشاء المشروعات وتأسيس الشركات خلال 24 ساعة. جريدة اليوم السابع ونطالع منها: نظام الثانوية الجديد، المجموع التراكمي 3 سنوات وإلغاء العلمي والأدبي. وزير التعليم يقول ليس من المنطقي أن تحكم سنة واحدة مستقبل الطالب، تغيير نظام التنسيق ومدة الثانوية 5 سنوات، وللطالب أن يتقدم خلالها للجامعة. أبو ريدة يحبط مؤامرة حياته ويحافظ على مقعد مصر في الفيفا. نتابع قراءتنا العناوين ونقرأ من جريدة المصر اليوم: آلية تسلم النواب بيان الموازنة العامة. 1,488 مليار جنيه و63 مليارا لدعم السلع التموينية، وارتفاع دعم البترولية 214%. العليا للحج تنتظر أسعار الطوافة وتوقعات بارتفاعها 15%. المركزي يقول البنوك ملتزمة بتدبير 700 مليون ريال تلبية احتياجات العمرة. في عموده بصحيفة الأخبار رأى الكاتب محمد بركات أنه لا سبيل لإحداث طفرة حضارية في مصر إلا بمعالجة القصور البالغ في منظومة التعليم بجميع مراحله، وتحت عنوان التعليم حلول إبداعية للمشكلة قال الكاتب: لابد من تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية بحيث تصبح لدينا قاعدة قوية لبناء الإنسان المصري، تقوم أساسا على نظام تعليمي متطور ومتاح للجميع، يضمن البناء السليم لعقول أبنائنا ويفتح أمامهم آفاق العلم، ويلبي في ذات الوقت حاجة الإنتاج وسوق العمل. وقد شهد المؤتمر الهام الذي عقد بأمس بمشاركة مجموعة كبيرة من المختصين استعراضا متعمقا لأبعاد القضية وسبل حلها، ولعل هذا مثالا جيدا لما يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية من إسهام فعال في التصدي للقضايا الهامة التي تواجه المجتمع في إطار دورها التنويري والحضاري. إلى أبرز ما جاء بالصحف العربية، والبداية من الشرق الأوسط. واشنطن تتحرى شياطين التفاصيل في المناطق الهادئة. جولة مفاوضات جديدة في جنيف الثلاثاء المقبل. ميليشيا الحوثي تفتتح معسكرات لتجنيد عشرات النساء وتقنع أهلهن بأنهن في دورات تدريبية طبية لمدة شهر. إسرائيل تباشر بناء جدار على حدود لبنان. الصحف الكويتية نطالع من السياسة: انطلاق أول عملية تهجير للمعارضة من دمشق، والمعلم يرفض نشر أي قوات دولية بسوريا. النواب العرب في الكنيسة: مشروع يهودية الدولة إعلان حرب. السودان يعلن حكومة الوفاق الوطني اليوم. من صحيفة الحياة اللندنية نتابع: روسيا تعرض أسلحة سورية في ذكرى النصر على النازية. لقاء لافاروف تالرسون في واشنطن غدا: 3 ملفات بينها تسوية لسوريا. الجيش الليبي يهاجم جيوب متشددي بني غازي. الحريري يعرض مشروعا انتخابيا اليوم. ونرصد من البيان الإماراتية: حرب شوارع تفتك بداعش في الموصل. كليم كردستان العراق يحشد لتأسيس قوة جوية للبشماركة.
التحالف العربي، الألغام البحرية والحوثي تهدد الملاحة. السعودية تدعو قادة عرب لحضور القمة العربية الأمريكية. ونقرأ من القدس العربي: الحرائق والانتحاريون والألغام سألوا داعش لتأخير تقدم القوات العراقية غرب الموصل. اللجنة الوطنية للأسرى تنفي تعليق مروان برغوثي للإضراب وتتهم إسرائيل بالتلفيق. دير جواري ليبيا ترفض أي تدخل خارجي أو خيار عسكري لحل الأزمة، والاجتماع المقبل يعقد في طرابلس. في مقال لها نبهت صحيفة الخليج الإماراتية إلى خطورة استمرار أزمة اللاجئين في ظل نشوب الحروب التي تأتي على الأخضر واليابس، وأضافت: قضية المهاجرين أو بالأحرى مأساتهم الدامية تبلي العيان وكأنها أزمة بلا آفاق للحل في المستقبل المنظور، وهي مفتوحة على المجهول لا تظهر نهاية قريبة لها، وربما تستمر هذه الرحلات البحرية الانتحارية سنوات وسنوات قبل أن يجد العالم حلولا توقف نزيف الأرواح التي تبتلعها الأعماق السوداء وتضع حدا لقوافل الزحف البشري المدفوع باليأس وقلة الحيلة وفقدان خيارات الحياة الكريمة. إن خيوط الأزمة متشابكة وأطرافها متعددة ومصالحها متصادمة بطرق غريبة لا تخطر على البال. السؤال الآن: كيف يمكن وقف الحروب المشتعلة هنا وهناك، وما هي ضمانات عدم نشوب حروب جديدة؟ نتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ بعناوين صحيح لوموند الفرنسية: ماكرون وتحديات أمام رئيس الجديد، ظاهرة غير عادية لأوراق اقتراع بيضاء أو بدون أي تصويت تحق الدراسة. من الآن وحتى تنصيب الرئيس الجديد أسبوع حافل لدى ماكرون. الحزب الاشتراكي مسيرة نحو الانهيار. الحزب يقدم اليوم برنامجه للانتخابات التشريعية وموقفه من رئاسة ماكرون. إلى الصحف البريطانية حيث نقرأ من ديلي تيليجراف: حصريا للصحيفة، وزراء في الحكومة البريطانية يستعدون بخطط بديلة لمواجهة زحف المهاجرين إذا ألغى ماكرون مركز مراقبة الحدود في كالي. انتخابات 2017، جيرمي كوربن يتعهد بالبقاء كزعيم لحزب العمال بصرف النظر عن النتيجة. نقرأ أيضا من عناوين اندبندنت البريطانية: ماكرون الرئيس الذي أعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جريمة. المدعية العامة الأمريكية السابقة سالي بيتس حذرت البيت الأبيض من إمكانية خضوع مايكل فيلن لعملية ابتزاز من الروس قبل أسابيع من إبعاده عن منصبه. من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نطالع: الولايات المتحدة تستعد لدعم الجيش في أفغانستان. إدارة ترامب تدرس تحولا كبيرا في الاستراتيجية في أفغانستان، بما في ذلك زيادة وقوامها ل3000 جندي على الأقل، الأمر الذي سيعيد الولايات المتحدة بشكل فعال إلى حرب مع حركة طالبان. من الصحف الألمانية نقرأ من زوديتشا: ألمانيا منحت اللجوء للعديد من العسكريين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم. استجابة السلطات الألمانية لطلب هؤلاء الأتراك يأتي في الوقت الذي تتهم فيه أنقرة برلين بحماية متواطئين في محاولة التمرد الفاشلة في صيف 2016. لماذا فاز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا؟ سؤال طرحته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي قالت إن أسباب الفوز هي الحظ والمهارة وتاريخ فرنسا المظلم. الانتخابات الرئاسية الفرنسية تجاوزت أبعاد السياسة الوطنية، قد كانت بين العولمة مقابل القومية، وبين المستقبل مقابل الماضي، وبين الانفتاح مقابل الانغلاق. ماكرون المرشح الوسطي الذي لم يشغل أي مناصب انتخابية فاز بانتصار مدوي لأنه استفاد من تراث فرنسي تاريخي وثقافي فريد. العديد من الناخبين أرادوا التغيير لكنهم شعروا بالارتباك إزاء نوع من الغضب الشعبي أدى إلى قلب أوراق السياسة في بريطانيا والولايات المتحدة. ماكرون المصرفي السابق ذو 39 عاما فقط فاز بعد حملة غير ملهمة بسبب الحظ ومهارة سياسية غير متوقعة ومخاوف متأصلة من الجبهة الوطنية ومرشحتها لوبان. والآن وقفة مع أبرز رسوم الكاريكاتير في صحافة اليوم.
ختام جولتنا الصحفية، شكرا لحسن المتابعة. على رأس عمو جزو لأهم آخر الأنباء، إلى اللقاء.